بمناسبة الذكرى 76 لوثيقة المطالبة بالاستقلال 11 يناير 1944 انضمت المديرية الجهوية للثقافة قطاع الثقافة بطنجة لرواق الفنان محمد دريسي يومه السبت 11 يناير 2020 معرض خاص بفترة الحماية للعارض الأستاذ يونس شيخ علي. حفل الافتتاح من تقديم الإعلامي حمزة دقون. يمتد المعرض إلى غاية 16 يناير. تضمن هذا المعرض صورا للحركة الوطنية والوثائق التاريخية والأوسمة الملكية والتعاطر السلطانية. طبعا جميعا نشكر جزيل السيدس طبعا المديرية الجهوية على النشاط التاريخي والمهم داخل هذا الفضاء، وهو كما نقول يتضمن من الأجمل والأعرق الأنشطة التاريخية تسار عليها المملكة المغربية وخصوصا هنا مدينة طنجة. سيد المدير الجهوي للمندوبية السامية لخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حضرة السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، سعد الله مساءكم بكل خير. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الأغر الذي يخلد فيه الذكرى 76 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. ففي مثل هذا اليوم سنة 1944 تقدم أبو الأمة وبطل التحرير الملك الراحل المرفوع له محمد الخامس سيد الله ظهره بمعية قادة الحركة الوطنية بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى سلطات حماية الجهوي للمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. شكرا للإخوان في التنظيم والمديرية الجهوية للثقافة بشخص السيد المدير الجهوي، وكذلك للفنان وصاحب ذاكرة والعابر ربما صراحة توجهني اللغة في وسطي لأبي حقها الأستاذ والشخص إنسان يونس الشفا. صراحة مهما بعد الحكاية مهما الحكاية لما فيه خبرة في مجال حفظ وصيانة ذاكرة تاريخية وطنية ونحن نتيجة. سيدي يونس الشفا علي لك أكل محمد. من موقع ان احنا عملنا معارض بين بينه للناس الساكنه الجنيه وصعب باش يعرفوا حتى التاريخ تاريخ المملكه، لان الشيء راح يخش الكاميرا كانوا الناس اللي مطلوب بالبال وبالجوه وبالارواح باش يوفروا مال اللي حكيت الدوله يعني. ومره ثانيه اشكركم على الحضور ونتمنى ان شاء الله يبين اعجابكم والله اعلم التوفيق وشكرا لكم. شكرا طبعا للصديق والفعل الجمعي يونس الشحالي على يقدم السيد المدير الجهوي السيد كامل الليون شهادة شكر وتقدير للأستاذ يونس الشحالي طبعا وباقة ورد. على مجهوداته التي وجدت في اتجاه هذا المعرض يصفق له الحرارة. الشكر للمديرة الرياضة الأستاذة بهجة
العارض الأستاذ يونس الشيخ علي يقوم بشرح الوثائق والصور لزوار المعرض. هذا الطائر ديال مولاي عبد العزيز، وهذا الطائر محمد الخامس.